بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم صواطي بن حرز الله ابن مدينة قصر الحيران ولاية الأغواط، عامل موظف لدى شركة وطنية. فإدلائي بهذا التصريح من أجل شحذ الهمم ومبادرتي التي قمت بها، وهي المشاركة وليس دعم، المشاركة مع إخواننا المرابطين في فلسطين في أرض الرباط، غزة الأبية، وما نراه أمام مسمع ومرأة العالم أجمع، هذه الدماء التي تسفك منذ 31 يوما، بل منذ 75 سنة. فما عسانا أن نفعل يا شعب الجزائر، يا شعب الأمة العربية والإسلامية. الآن الأمهات والثكلى والأطفال يناشدونكم، لا يناشدون صناع القرار، لا يناشدون الرؤساء، لأنهم مغلوبون عليهم وهم في موقف عجز، لا يستطيعون أن يفعلون شيئا وينتظرون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. فهل نبقى مكتوفي الأيدي؟ ماذا عسانا أن نفعل؟ إذن فمدام أن هناك قنوات توصل لهم المعونات والمساعدات فعلينا أن نساهم. فإذا كنتم تريدون المساعدة ليس بمجرد وقفات تضامنية ومظاهرات، وإنما عليكم أن تجودوا بأموالكم، لأن جهاد المال مقدم على جهاد النفس، والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذن فنحن كشعب نستطيع أن نقدم ونقدم الملموس لكي نغير من هذا الواقع، ولا نقعد ونلعب دور المتفرج، وإنما نساهم ونساعد إخواننا في تغيير وضعهم بدعمهم المادي والمالي إلى أن يغير الله سبحانه وتعالى ما هم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساهمتي وهي أحب وأغلى ما أملك، وهي سيارتي، سيارة تويوتا رباعية الدفع. فلما رأيت إخواني هناك ليس لديهم بوسائل بسيطة يكافحون ويناضلون، فأردت أن أعينهم بأغلى ما لدي، وهذا كل ما أملك، وهذه السيارة، فإن شاءوا أن يأخذوها كما هي أو يأخذوا قيمتها لكي تساعد وتعينهم على هذا العدوان الغاشم الذي هو مسلط عليهم من طرف التحالف الدولي، ليس إسرائيل فقط وإنما التحالف الغربي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، نستقبل هذا الرجل العظيم الذي أعطى الصورة الحقيقية للرجل الجزائري، هذا الرجل الذي عرف بشهامته وعرف بمواقفه الثابتة اتجاه القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين. الشعب الجزائري معروف بأنه يكره الظلم ويكره الحقرة، وشعب كريم، وشعب تجدوه في المهمات الصعبة وتجدوه في الأيام الحالكة. فأخونا هذا بن حرز الله، هذا الذي رأى هذا الظلم في فلسطين، ورأى هذه الدماء وشلل الدماء وسمع للنداء الذي جاءه من أرض فلسطين، وهو الاستنجاد بفلسطين، استنجد بإخوانه وأهله وخاصة أهل الجزائر، لأن أهل فلسطين يضعون أهل الجزائر قدوة، لأن نحن أصحاب الثورة، أصحاب التضحية الكبرى، أصحاب بلد الملايين، ملايين الشهداء. وهو يمشي فرأى بي، أو كما سمعت منه قال: يجب أن أبرئ نفسي أمام الله قبل أي واحد، أنا أريد الله الواحد الأحد، لا أريد لا يذكرني فلان أو يذكرني فلان، أنا أريد وجه الله. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني الإنسان يصل إلى درجة أنه يتقي النار ولو بشق تمرة، ما عندوش على الأقل تمرة يقسمها على اثنين ويقول هذا نص الخوية، بلك على الأقل ينجيه ربي من النار. فهو راح جاد، فهذا يسموه الجود، وممكن يرقى إلى درجة الإيثار، لأن أنا سمعته قال باللي هذا وش عندي،
أنا ماني غني، ماني من رجال الأعمال، أنا نخدم في شركة وأيام وندير الدور وفوق الدور والألف فوق الألف، حتى يعني جمعت هذا المبلغ وشيت بهذه السيارة اللي هي ضرورية بالنسبة لي، ضرورية ينتقل بها إلى عمله إلى أهله إلى زوجته إلى أولاده وكذا. وهذا الأمر زاد أثر في العائلة تاعو، في الأم تاعو، في الزوجة تاعو، زادوا قدموا ذهب الدحم. يعني عملية يعني ممكن الإنسان اللي يشوفها مبعيد ما يشوفهاش، ولكن الإنسان الذي يعرف ما يجري في فلسطين يعرف قيمتها الآن. والفلسطيني اللي راه يشوف فينا الآن وتنقل له الأقوال، والله إلا هذه، إلا هذه أعظم من أنك تشيل الصواريخ وأعظم من الدبابات. لأن هذا التضامن وهذا الأخوة وهذا الشعور اللي ترسله الآن إلى فلسطين باللي رانا على حق، وباللي عندنا خاوتنا ما يخلوناش وما يغدروناش وما يخذلوناش، هذا الشعور يعطي نفسية أقوى من الدبابة أو أقوى من الطائرة أو أقوى من سلاح حامل فتاك. فأنا أهنئه على هذا الإثار، أهنئه على الجود، لأنه هو يمشي على سرير رجال لغواط. لغواط هذه بلد الشهداء والمجاهدين والعلماء، بلد كيدخلي ناصر بن شهرة هذا كان قائد مقاومة كبير وعظيم، وكاين شيخ عطا الله هذا بن مبتوت هذا في 1948 نهار اللي نادى المنادي في الجهاد في فلسطين، باع بيته وباع كل ممتلكاته وشرى السلاح وراح لفلسطين. فبس ابن حفظ الله ماهوش بدعة، وإنما هو ضمن سلسلة الذهب والشرف الممتدة من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر مؤمن يرث الله الأرض وما عليه. فلهذا أنا أهنئه على جوده، على هذا الرباط، هو الآن دخل في دائرة الشراكة الحقيقية في الرباط وفي الجهاد، ولعل وعسى إن شاء الله يكون قدوة لكثير من الناس الذين يريدون أن يحذو حذوه، وهو مبارك، ولعله بهذا العمل سيكون صاحب أجر متحرك. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وليس هناك آثار أعظم مما تراه أعيننا اليوم.